سعداء بلقائكم هذا المساء في مجلتكم الإخبارية من ميدي أن تي في في طنجة. هذه بداية أبرز محاورها الليلة. في أعقاب اعتداء سورج الإرهابي، تركيا تهاجم الدولة الإسلامية في سوريا والمتمردين الأكراد بالعراق. وملف اليوم سنخصصه لدور المخيمات الحضرية في مواكبة برنامج العطل للجميع. أما ضيف اليوم فسيكون المحلل الاقتصادي السيد محمد الشرقي للحديث معه عن واقع السياحة بالمغرب في الظرفية الراهنة. وفي عناوين الأخبار الليلة أيضا، تركيا تهاجم مواقع تنظيم الدولة في سوريا وحزب العمال الكردستاني في العراق وتعزز دورها في التحالف الدولي ضد داعش. محمد العربي المساري الدبلوماسي والمؤرخ ينتقل إلى عفو الله عن 79 سنة. مهرجان تيمتار بأكادير يختتم 4 أيام من العروض الفنية الموسيقية المحلية والعالمية. مرحبا بكم. هاجمت طائرات مقاتلة وقوات برية تركية الليلة الماضية مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا وكذا معسكرات لحزب العمال الكردستاني في العراق. وقالت أنقرة إن حملتها ستساعد على إقامة منطقة آمنة في أجزاء من شمال سوريا. وقد عززت تركيا كثيرا دورها في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش منذ أن قتل انتحاري اشتبه بانتمائه للتنظيم 32 شخصا الأسبوع الماضي في بلدة سورج الحدودية مع سوريا. إلى هذا التقرير مع مريم تسوري. هجوم تركي مزدوج على حزب العمال الكردستاني في بلاد الرافدين وعلى تنظيم داعش في سوريا، فتمهيدا لإقامة منطقة آمنة في أجزاء من شمال جارتها سوريا، قصف الطيران الحربي التركي عدة أهداف لمعسكرات الأكراد في شمال العراق في أوسع هجوم على الحزب الكردي عقب إعلان انسحاب مسلحيه من الأراضي التركية. في اليوم نفسه دخلت أنقرة في حملة عسكرية مركزة لمواجهة مسلحي تنظيم ما يسمى بداعش المتطرف في سوريا، بينما نفذت الشرطة التركية حملة توقيفات لمكافحة الإرهاب استهدفت بالخصوص ناشطين أكراد. يجب أن نكثف الجهود ونتعاون للقضاء على الجماعات الإرهابية، لا يجب أن تسمح لهم تركيا بالتخطيط والتنفيذ. عملياتنا العسكرية ستستمر حتى تنفذ ذخائرهم وتدمر مخازنهم. إلى جانب كل هذه التحركات يجري تعاون أمريكي تركي مكثف لمواجهة داعش، فبعد التوصل إلى اتفاق بين الجانبين سمحت أنقرة لمقاتلات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام قواعدها الجوية من بينها قاعدة إنجرليك. تركيا التي تؤكد أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية نظامها العام وأمنها القومي انضمت إلى التحالف ضد داعش، لكن رغم ذلك هي لم تشارك حتى الآن في أي عمل عسكري تحت مظلة التحالف الدولي. أوضح رئيس الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب عبد السلام أحيزون أن إطلاق خدمات الجيل الرابع وتطوير الألياف البصرية يؤكدان القيادة التاريخية لاتصالات المغرب في مجال الابتكار. كما أشار إلى أن شركة اتصالات المغرب تعد الأكثر استقرارا على المستوى العالمي، مضيفا أن قيمة أسهم الشركة تضاعفت في بورصتي باريس والدار البيضاء. نعود إلى مريم تسوري. 16 مليار و583 مليون درهم هو رقم معاملات مجموعة اتصالات المغرب برسم النصف الأول من سنة 2015. التصريح بالنتائج التي حققتها الشركة أظهرت نمواً بنسبة 13.9% مقارنة بالنصف الأول من عام 2014، وذلك إثر اندماج 6 فروع إفريقية في نطاق المجموعة. فالعدد الإجمالي لزبناء المجموعة وصل إلى 51 مليون زبون بارتفاع 32%. 59% من هؤلاء الزبائن هم من خارج المغرب مقابل 41% على الصعيد الوطني.
حسب عبد السلام أحيزون رئيس الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب، تم الحفاظ على المستوى المرتفع لصافي الربح الفعلي قبل استهلاك دين المجموعة الذي بلغ أكثر من 8 مليار درهم بارتفاع ب4.7%. المجموعة سجلت نمواً متزايداً لأنشطة الهاتف الثابت بالمغرب ب9% ولمستوى الصبيب العالي ب16%. كما سجل عدد زبناء الهاتف الثابت معدلاً تاريخياً، إذ وصل عدد الخطوط ما تم شهر يونيو الماضي إلى 1,543,000 خط مقابل 1,444,000 سنة قبل ذلك. وبخصوص أفاق المجموعة بالنسبة لسنة 2015 بعد عمليات دمج فروع إفريقية جديدة، تراهن اتصالات المغرب على تحقيق رقم معاملات قار وعلى تراجع طفيف لصافي الربح قبل الفوائد واستهلاك الدين. تراهن كذلك على نفقات استثمارية في رأس المال بنسبة تناهز 20% من أصل رقم معاملاتها. انتقل إلى عفو الله اليوم بالرباط وزير الاتصال الأسبق محمد العربي المساري عن سن 79 سنة. وقد بدأ الراحل العربي المساري الذي ولد بتطوان سنة 1936 بدأ مساره الصحفي بالإذاعة الوطنية سنة 1958 قبل أن يلتحق سنة 64 بجريدة العلم ليصبح مديرا لها سنة 82. في سنة 65 التحق بالمجلس الوطني لحزب الاستقلال ثم انتخب عضوا في اللجنة المركزية قبل أن يتم انتخابه سنة 74 عضوا في اللجنة التنفيذية للحزب. وعين الراحل العربي المساري الذي شغل منصب كاتب عام اتحاد كتاب المغرب لثلاث ولايات عين سفيرا بالبرازيل، كما شغل حقيبة وزارة الاتصال في حكومة التناوب من مارس 1998 إلى شتنبر 2000. وكذلك نشر الراحل العديد من المؤلفات الهامة. لا مرد لقضاء الله، تألمت ألما عميقا حين سمعت خبر انتقال صديقي العزيز ورفيق شباب الأول الوزير السفير محمد العربي المساري رحمه الله برحمته الواسعة. كنا في السنة الثانية ثانوي خلال الحماية الأسبانية في تطوان، وكنا حينئذ بدأنا في العمل الصحفي. كنا ننشر جريدة حائطية، وكان لنا برنامج في راديو دي ستيتوان كان اسمه دنيا الشباب. ثم بطبيعة الحال عملنا مع بعض حين كنت مديرا للميثاق الوطني وكان هو مديرا لجريدة العالم. ثم بعد ذلك كلفنا جلالة الملك المرحوم بمهمة في أمريكا اللاتينية مع بعض، وكان الرفيق وكان الصاحب وكان الرجل الجميل، كان رجلا متفانيا في كل شيء، له هم واحد وخدمة هذا الوطن. الفقيد الأستاذ العربي المستاري عرفته منذ أكثر من 20 سنة، مفكرا مناضلا رجل مبادئ، فقد كان رحمه الله من بين أكبر المهتمين بمسار القضية الوطنية، قضية الوحدة الترابية. له كتابات تعتبر اليوم مراجع تزخر بها المكتبة المغربية والعربية في مجال الدفاع عن الوحدة الترابية وفي مجال الفكر الإنساني. ولا أزال أذكر أنه كان معي من بين مؤسسي مركز دراسات الأندلس وحوار الحضارات، وكانت له كان له انفتاح قوي بالنسبة للمفكرين المثقفين الإسبان، وله قدرة استثنائية على تحديد المواقف المبدئية بخصوص القضايا المصيرية لبلادنا. خير الأستاذ محمد العربي المساري حقيقة يجعلني أحس بنوع من الحزن والأسى على فقدان عالم من أعلام الصحافة والثقافة والفكر في بلادنا. فقد كان رحمه الله صحفيا المعيا إلى جانب عمله في السلك الدبلوماسي
في دولة البرازيل حينما كان سفيرا في عقد التسعينيات، وأبان عن قدرة على الجمع بين الدبلوماسية والصحافة. رحم الله الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نبقى بالمغرب، حيث أكد صندوق النقد الدولي أمس في بيان عقب الاستعراض الثاني للنتائج الاقتصادية للمملكة في إطار برنامج الدعم بموجب الاتفاق الممتد على مدى 24 شهرا برسم خط الوقاية والسيولة، أكد أنه بعد التباطؤ المسجل سنة 2014 فإنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي انتعاشة خلال سنة 2015 بفضل أدائه القوي. للمزيد من الإيضاحات تنضم إلينا الزميلة صفية هيداني. صفية مساء الخير. مساء الخير محسن، مساء الخير مشاهدينا الكرام. صفية، إلى ماذا أرجع صندوق النقد الدولي هذه التوقعات الإيجابية بالنسبة للمغرب؟ نعم بالفعل محسن، كما ذكرت التوقعات كانت إيجابية بتحسن أداء الاقتصاد الوطني خلال هذه السنة، وقد شدد صندوق النقد الدولي في هذا السياق على أهمية الحفاظ على هذا الأداء في بيئة لا تزال تخضع لمخاطر انخفاض كبيرة، وذلك للحد من نقاط الضعف المستمرة وتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولية. وأبرز صندوق أن سياسات المملكة المغربية قلصت من نقاط الضعف المالية والخارجية، مشيرا إلى التقدم الكبير الذي تم تحقيقه على مستوى مجموعة من الإصلاحات. طيب، أكيد أنه أشار إلى هذه الإصلاحات بشكل دقيق، هل يمكن أن نوجز ماذا ورد في هذا التقرير بخصوص جانب الإصلاحات في المغرب؟ بالفعل محسن، هي إصلاحات تخص بالأساس المجال المالي والاقتصادي، فقد أشادت المؤسسة المالية الدولية بالتطورات المالية التي كانت تسير وفقا للهدف الذي حددته السلطات لخفض العجز إلى 4.3% من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2015. وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى التقدم الجاري إحرازه في مجال إصلاح الدعم المالي، مع توسيع المساعدات لتشمل الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة. وفي إطار الحكم على أداء الاقتصاد المغربي، أشار البنك الدولي إلى تطور السياسة المالية بالمملكة. بالفعل، فبعد أن أكد على المصادقة مؤخرا على قانون تنظيمي للميزانية والذي من شأنه أن يعزز الإطار المالي، أشار صندوق النقد الدولي إلى التقدم المحرز على مستوى تطوير السياسة المالية، خاصة من خلال تنفيذ القانون الجديد للأبناك. ونوه في هذا السياق بالجهود الجارية لاعتماد نظام صرف أكثر مرونة وإطار للسياسة النقدية يتماشى مع باقي السياسات الماكرو اقتصادية والهيكلية. لاحظ أيضا التقرير صفية أن هناك تعزيز للقدرة التنافسية للاقتصاد المغربي، إضافة إلى نوع من المناعة، اكتسابه نوع من المناعة. بالفعل، وهذا ما من شأنه أن يحسن أداءه في ظل الظرفية الاقتصادية العالمية. فقد أكد الصندوق على أن الموقف الخارجي للمغرب استمر في التحسن بفضل الأداء القوي للصادرات وانخفاض أسعار النفط الذي كان في صالحه، واعتبر أن تحقيق مزيد من التقدم على مستوى الإصلاحات الهيكلية وخاصة من خلال تحسين مناخ الأعمال والحكامة والشفافية وسوق العمل سيساهم في تعزيز القدرة التنافسية والنمو وفرص العمل وتقوية مناعة الاقتصاد المغربي. أكتفي بهذا القدر، أعود إليك محسن. أشكرك جزيلا الشكر صفية هيداني. شكرا لك. نتحول إلى أكادير، حيث يختتم مهرجان تيميتار اليوم في نسخته 12 في أجواء احتفالية طبعتها على مدى 4 أيام عروض غنائية وموسيقية مغربية وأجنبية جلبت جمهورا واسعا كعادة المهرجان كل سنة. ندخل أجواء المهرجان ونربط الاتصال مباشرة بلينا علوش موفدة ميدي أن تيفي إلى أكادير. لينا مساء الخير ومرحبا بك معنا. أهلا محسن، يا هلا. إذن الليلة يختتم مهرجان تيميتار بعد 4 أيام من سهرات فنية مزجت المحلي بالعالمية، انطباعك في هذا اليوم الأخير؟
الأيام كانت رائعة، الأيام الثلاثة الماضية، واليوم ستكون كمان السهرة ممتعة جدا بمشاركة الفنانة اللبنانية ديانا حداد والفنانة المغربية الداودية. اليوم سيصدر الستار، أو بعد قليل خلال الساعات القادمة القليلة سيصدر الستار على فعاليات مهرجان تيميتار في دورته الثانية عشرة، وسنودع هذا المهرجان إلى العام القادم. للمزيد عن هذا المهرجان يسعدنا أن نستضيف الأستاذ إبراهيم المزيد، المدير الفني للمهرجان. أهلا وسهلا فيك أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم. حابين نأخذ بعض الأرقام عن المشاركين، عن الحضور، عن الجمهور إذا عندك فكرة. دورة تيميتار لهذه السنة عرفت مشاركة أكثر من 40 مجموعة، أكثر من 400 فنان حضرت لهذا المهرجان من منطقة سوس، من جميع ربوع المملكة، من خارج المغرب، سواء من أمريكا اللاتينية، من أفريقيا جنوب الصحراء، من بلدان المشرق، ثم من أوروبا. إذن حضور هذه السنة كان حضور مهم جدا، يعني سواء عدديا أو يعني فنيا. حضور كما لاحظتوا من خلال الثلاث أيام اللي مر فيها المهرجان كان مستوى عالي جدا. الفنانين كانوا حاضرين يعني بشكل ممتاز، تجاوب الجمهور كان بشكل يعني طيب. المستوى التنظيم كما لاحظتوا مرت الأمور بشكل يعني ممتاز جدا، بسلام الحمد لله. السهرات أستاذ كانت تبقى للساعات للصبح، للتنتين، للثلاثة، حتى للأربعة. حقيقة المهرجان هذه السنة جاء في فترة استثنائية بعد شهر رمضان، يعني مع انطلاق موسم الصيف. كما تعرفون مدينة أكادير يعني يحضر لها يعني سياح بشكل كثر، بشكل كبير، خاصة المغاربة القاطنين بالخارج. الحفلات كانت تنطلق مع الساعة الثامنة كل مساء إلى حدود الساعة الثانية صبح. هذا يؤكد أولا وفاء الجمهور لهذا المهرجان، سواء الجمهور المغربي أو الجمهور اللي جاي من خارج المغرب. يعني كما لاحظت رغم أن السهرات تستمر إلى آخر الليل، الأمور كانت تمر بشكل طيب جدا. وأستغلها يعني ميدان لأشكر يعني كل الساهرين على نجاح هذا المهرجان، خاصة يعني السلطات يعني المحلية، رجال الأمن، الوقاية المدنية. أشكر أيضا الإعلاميين اللي حضروا بكثافة لتغطية المهرجان، سواء من المغرب أو من خارج المغرب. يعني إذا لاحظتوا الأمور يعني مهرجان تم حضور يعني عائلات بشكل قوي في هذا المهرجان. أستاذ إبراهيم حابب أحكي عن المهرجان بحد ذاته، تعطيني بس فكرة مختصرة، قدمهم هذا المهرجان لمدينة أكادير، وقدمهم بين مهرجانات الأخرى، لقينا في إطراء كتير على مهرجان تيميتار بالتحديد. المهرجان رغم انطلاقه من مرجعية جهوية هو مهرجان دولي عالمي. أولا أعطى شيء كثير للثقافة الأمازيغية وتعريف بها في خارج يعني المغرب، يعني كأحد ركائز المهمة في الهوية المغربية المتعددة، وهي يعني استثناء في المغرب. أعطى إشعاع لمدينة أكادير، إشعاع لمنطقة سوس بتعدديتها الثقافية، بجماليتها السياحية، يعني مستوى الغنى الذي تعرفه. وأيضا نفتخر أن يكون لنا هنا في مدينة أكادير أحد أهم المهرجانات الدولية المعروفة عالميا، والتي يعني لها يعني إعلاميا حضور واسع سواء على صعيد الوطني أو خارج المملكة. أستاذ إبراهيم المزند، المدير الفني للمهرجان، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، شكرا ميديا. محسن، اليوم راح تكون السهرة الأخيرة للفنانة ديانا حداد مثل ما قلنا، والفنانة الداودية. راح نسجل لكم نحن السهرة ونحضر لكم تقرير لبكرة إن شاء الله. إن شاء الله. نشكرك جزيل الشكر لينا علوش، موفدة ميدي أن تيفي إلى أكادير في مهرجان تيميتار المختتم الليلة. شكرا جزيلا. نتحول إلى الرياضة ونرحب بالزميل بسام النجار. بسام مساء الخير. أهلا بك محسن، وأهلا بكل مشاهدي قناة ميدي أن تيفي. جئت ومعك خبر ونبأ من سيواجه المنتخب المغربي في أول دور بالنسبة لإقصائيات كأس العالم 2018 بروسيا. نعم محسن، حيث أوقعت قرعة تصفية كأس العالم 2018 لكرة القدم والمقررة في روسيا، والتي جرت عملية سحبها اليوم السبت بمدينة سان بطرسبرغ، أوقع
وقعت المنتخب المغربي في مواجهة منتخب غينيا الاستوائية برسم الدورة الثانية المقررة الخريف المقبل في أول مباراة نحو المونديال. وتم إعفاء المنتخب المغربي من إجراء الدور الأول بسبب ترتيبه المتوسط على الصعيد الإفريقي، حيث احتل المركز 27 قارية. وستقام مباراة الذهاب في المغرب بين 15 من شهر أكتوبر المقبل، فيما ستقام مباراة الإياب بين 19 من شهر نوفمبر. وفي حال تأهل المغرب فإنه سيتأهل رفقة 19 منتخبا آخرا إلى الدور الأخير في التصفية الإفريقية، حيث يتم تقسيم الفرق إلى 5 مجموعات تضم كل منها 4 فرق، ومتصدر كل مجموعة يبلغ مونديال روسيا 2018. خصم المغرب الأول على طريق المونديال منتخب غينيا الاستوائية يحتل حاليا المركز 63 عالميا، والتي قفز إليه هذه السنة بعد أن بلغ دور نصف النهائي في كأس إفريقيا للأمم التي نظمتها غينيا الاستوائية بداية العام الحالي بعد أن حرمت الكاف المغرب من تنظيم تدورة الكان. منتخب غينيا الاستوائية وعلى الورق يبدو منتخبا متواضعا، إذ أنه لعب نسختين فقط من كأس إفريقيا وهي الدورتين التي استضاف فيها نهائيات الكان، بالإضافة إلى أنه بطبيعة الحال لم يبلغ أبدا نهائيات كأس العالم في تاريخه. هذا وستخوض 3 منتخبات عربية إفريقية الدور الأول المقرر في أكتوبر المقبل، وهي موريتانيا والصومال وجزر القمر. وقد يسفر الدور الثاني عن مواجهة عربية في حال تأهل موريتانيا على حساب جنوب السودان، لأنها ستلاقي تونس في مواجهة سهلة نسبيا لنسور قرطاج. وفي الدور الثاني ستخوض مصر اختبارا سهلا أمام تشاد أو سيراليون، فيما تبدو الجزائر مرشحة فوق العادة لتخطي عقبة تنزانيا أو ملاوي، بينما تلتقي ليبيا مع رواندا. وبعد إقصاء زيمبابوي من المنافسة التمهيدية من قبل اللجنة التأديبية للفيفا، شهدت القارة السمراء مشاركة 53 من أصل 54 اتحادا وطنيا في القرعة التمهيدية. أما على مستوى القارة الأوروبية فقد تفادى منتخب ألمانيا بطل العالم مواجهة أي من منافسيه الأقوياء عندما سحبت قرعة التصفية الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم. وستلتقي ألمانيا حاملة اللقب، ستلتقي مع جمهورية التشيك وأيرلندا الشمالية والنرويج وأذربيجان وسان مارينو في المجموعة الثالثة. وأوقعت القرعة هولندا وفرنسا في المجموعة الأولى بجانب السويد وبلغاريا وبيلاروسيا ولوكسمبورغ في مجموعة صعبة، بينما ستصطدم إسبانيا بطلة كأس العالم 2010 بإيطاليا الفائزة باللقب آخر مرة عام 2006 في مجموعة واحدة أيضا. في مواضعة القرعة إنجلترا مع غريمتها التاريخية اسكتلندا في المجموعة السادسة بجانب أيضا سلوفاكيا وسلوفينيا وليتوانيا ومنتخب مالطا. Group C, Germany, Czech Republic, Northern Ireland, Norway, Azerbaijan, San Marino. Group D, Wales, Austria, Serbia, Republic of Ireland, Moldova, Georgia. Group E, Romania, Denmark, Poland, Montenegro. قلوبنا ستكون أيضا غدا مع المغرب التطواني في ثالث مواجهة له ضمن دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا في مواجهة الهلال السوداني. صحيح محسن، حيث أنهى فريق المغرب التطواني استعداداته للمباراة التي ستجمع يوم غد الأحد على الساعة 8:30 ليلا بملعب سنيس الرمل بضيف الهلال السوداني برسم الجولة الثالثة ضمن دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. وتؤكد المؤشرات أن هذه الفرصة شبه الأخيرة للنادي التطواني إن هو أراد أن يعيد نفسه للمنافسة ويصارع على التأهل لمباراة نصف النهائي، إذ يحتل حاليا المركز الأخير في مجموعته برصيد نقطة واحدة من تعادل واحد وهزيمة. ويشكو المغرب التطواني غياب مجموعة من اللاعبين الأساسيين على رأسهم قائد الفريق محمد أبرهون والمدافع السنغالي مرتضى فال لجمعهما إنذارين، غير أنه تمكن من تأهيل يونس بالأخضر للمواجهة بعد أن انتقل الأخير لصفوف الفريق قبل أيام قليلة. في موضوع آخر، تفوق المنتخب المغربي للكرة الطائرة اليوم السبت على نظيره من جزر موريس بثلاثة أشواط دون مقابل في 3 مباراة له ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا للأمم 20 ذكرا والتي تحتضنها القاهرة. وكان الفريق الوطني قد دشن مشواره في هذه المنافسة القارية بفوز المستحق يوم الأربعاء على منتخب رواندا قبل أن يفوز أمس على الكاميرون، يعزز إذن تصدره للمجموعة الثانية برصيد 9 نقاط. ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الكاميرون وجزر موريس وتونس ورواندا.
حقق اي سي ميلان الايطالي الفوز في اولى مباريات جولته بالصين وتغلب على جاره انتر ميلان بهدف دون مقابل اليوم السبت في مباراه اعداديه ضمن بطوله الكاس الدوليه للابطال لكره القدم. واحرز الفرنسي فيليب ميكسيس هدف اللقاء الوحيد في الدقيقه 62 عن طريق تسديده رائعه من حدود منطقة الجزاء بعد أن وصلت الكرة إليه من ركلة ركنية. وأنهى ميلان المباراة بعشرة لاعبين فقط حيث طرد أنطونيو نوتشيرينو من صفوف الفريق قبل خمس دقائق من النهاية. والتقي إنتر ميلان في مباراة المقبلة مع ريال مدريد الإسباني يوم الاثنين، بينما التقي ميلان مع الفريق الإسباني يوم الأربعاء ضمن مجموعة الصين بالكأس الدولية. بالإشارة فلم يرافق الدولي المغربي هاشم مصور فريق ميلان في جولته الأسيوية بعد أن قرر المدرب سينيسا ميخايلوفيتش استبعاده من المجموعة التي سافرت إلى الصين. بداية موسم جميلة بهذا الهدف الجميل أكثر من رائع. الآن إلى جائزة المجر الكبرى في المحركات، يبدو أن أول المنطلقين سيكون البريطاني هاملتون كما هي العادة محسن. إذن سيكون بطل العالم البريطاني لويس هاملتون سائق فريق مرسيدس سيكون أول المنطلقين في سباق جائزة المجر الكبرى الجولة العاشرة لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 غدا الأحد، بعد أن تفوق على زميله في الفريق الألماني نيكو روزبرغ بأكثر من نصف ثانية اليوم السبت. وسيكون السائقان المتنافسان على لقب بطولة العالم في الصف الأول عند الانطلاق، وخلفهما الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري والأسترالي دانيال ريتشارديو سائق ريد بول اللذين احتل المركزين الثالث والرابع على الترتيب في التجربة التأهيلية الرسمية للسباق. وبهذا سينطلق هاملتون متصدر ترتيب السائقين في الموسم الحالي، سينطلق للمرة التاسعة في عشرة سباقات هذا الموسم من مركز أول المنطلقين، ما يرشحه لتحقيق فوزه الخامس على حلبة هنغارورينغ. اقترب البريطاني كريس فروم متسابق فريق سكاي اقترب من لقبه الثاني في سباق فرنسا لدرجة تور دو فرانس بعد احتفاظه بصدارة الترتيب العام رغم محاولة الكولومبي نايرو كينتانا انتزاع القمة في المرحلة قبل الأخيرة اليوم السبت، والتي امتدت لمسافة 138 كيلومترا. وانطلق كينتانا سريعا قرب نهاية المرحلة واستطاع تقليص الفريق على الصدارة مع فروم إلى نحو دقيقة واحدة ونصف، لكن ذلك لم يكن كافيا لحرمان متسابق سكاي من احتفاله شبه المؤكد بالفوز غدا الأحد. ويتفوق فروم على كينتانا بفريق دقيقة واحدة واثنتي عشرة ثانية قبل المرحلة الأخيرة التي ستنتهي في شارع شانزليزيه في باريس، بعد أن كرر متسابق موفيستار هجومه عدة مرات في المرتفع. وكان الفوز بالمرحلة العشرون من نصيب الفرنسي تيبو بينو الذي عوض أداءه الأقل المتوقع في السباق هذا العام بالفوز بأهم مراحله. بهذا إذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة الرياضية، عودة مجددا إلى محسن. وشكرا جزيلا لك بسام النجار، ألقاك في نشرات مقبلة، لك موعد الليلة في آخر نشرات ميديان تي في. بإذن الله. شكرا لك. سوف نفتح ملف اليوم بعد لحظات لكي نخصصه لدور المخيمات الحضرية في مواكبة برنامج العطلة للجميع. أما ضيف اليوم فسيكون المحلل الاقتصادي السيد محمد الشرقي للحديث معه عن واقع السياحة بالمغرب في الظرفية الراهنة. يعتبر المخيم فضاء تربويا منظما يعطي قيمة مضافة من خلال دوره الفعال في تنشئة الأطفال والشباب ومساعدتهم على صقل شخصيتهم وتدريبهم على تحمل المسؤولية وفق أسس تربوية بيداغوجية. المخيمات الحضرية تعد تجربة فريدة تترجم إرادة المجالس الحضرية في مواكبة برنامج العطلة للجميع. إلى هذا الروبورتاج لرضوان بوحليح وإدريس بن عيسى. المخيمات الحضرية من بين أصناف المخيمات التي تحولت إلى إحدى الخطط الموضوعة في جدول المشاريع والتي يخصصها الأهل لأطفالهم وتساعدهم في تعزيز التنشئة الاجتماعية،
حيث تعمل على استقبال المستفيدين من الصباح حتى المساء طيلة الفترة التخييمية من جل المقاطعات التابعة لنفوذ المدينة. النموذج هنا من مركز التخييم للا مريم بالدار البيضاء. بالنسبة للمخيم الحضري الأميرة للا مريم كنحاولوا نوفروا لهم وسائل الترفيه والاستجمام عبر مجموعة ديال الأنشطة الثقافية فنية تربوية. وكما كيعرف الجميع أن الوليدات المخيم أطفال المخيم كيجيو كيقضيو طيلة اليوم وفي المساء كيغادروا. تيجي المخيم باش ندوزوا وقت زوين ونعوموا ونشطوا ونستافدوا من الخبرة ديال الأساتذة ديالنا. ورشات فنية للأطفال، دورات تكوينية في المسرح، ألعاب رياضية وفنون قتالية. تلك إذن هي الأنشطة التي تميز مثل هذه المخيمات الحضارية التي تعد مخيمات قرب بامتياز. جميع شروط التسلية والترفيه متوفرة هنا، دون أن يغفل القائمون على هذا البرنامج التغذية الصحية والمتوازنة لهؤلاء الأطفال. تميز المخيم الحضاري هو أنه ما فيش المبيس أن تستقبل الأطفال ديال المقاطعات المتواجدة بجهة الدار البيضاء اللي هي العدد ديالهم 13 مقاطعة اللي تيستافدوا منها تقريبا المستفيدين عدد ديال 1200 واللي تتكلف المقاطعات بالنقل ديالهم. وهذا المخيم اللي تركزوا عليه على جانبين، الجانب الأول جانب ترفيهي وتنشيطي والجانب الثاني اللي هو التغذية. نوجدوا للدراري الجودة والتنوع والنظافة وتنسهروا على الوليدات باش نخرجوا لهم داك الشيء زوين ونقي. عندنا طاقم متكون من 21 شخص اللي كيسهروا على النظافة والجودة والتنوع الوليدات. كيجيبونا في الصباح الترانسبور كنجيو مع الأوتور ديالنا، كنجيو الصباح كنريحوا شوية كنطلعوا للبحر كنلعبوا شوية كنبقاو نلعبوا، الأوتور حاضرين كلشي مالي فينا كنبقاو نلعبوا نلعبوا كنطلعوا من بعد البحر صافي كنعوموا وكنخرجوا كنجيو كنطلعوا ندوشوا صافي كنجيو كنتغداو كيحطوا لنا كلشي مهلين فينا ما خاصنا الحمد لله حتى حاجه كنبغيو دائما نزيدوا قدام المخيم ديالنا. المخيمات التربوية ليست بعيدة بأهدافها وبسياساتها عن أهداف المدرسة والأسرة، بحيث تعمل كل واحدة على تحقيق هدف استراتيجي ألا وهو تنمية وصقل شخصية الطفل وخلق مواطن صالح قادر على التكيف والاندماج. لحظات ونلتقي مع ضيف اليوم المحلل الاقتصادي السيد محمد الشرقي، نثير معه واقع السياحة بالمغرب في الظرف الراهن. تدرس مجلس الحكومة الخميس الماضي واقع السياحة بالمغرب على ضوء النتائج الجديدة التي أظهرت انخفاض عدد الوافدين على المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري. عن السياحة المغربية بين الطموحات الداخلية والتحديات الإقليمية، يسعدنا أن نستضيف الليلة السيد محمد الشرقي الخبير الاقتصادي. سيد محمد مساء الخير. هل ترى أسبابا واضحة لهذا التراجع في مجال السياحة بالمغرب سيد محمد؟ أولا التراجع هو حوالي 3%، يعني الحكومة تحدث عن 2.9% منذ يناير إلى يونيو. بمعنى أنه 2.9% من مجموع الوافدين على المملكة. إذا من ناحية العدد يمكن نعوضه بالمهاجرين الغير مقيمين ربما في فصل الصيف في شهر أغسطس وشتنبر يقدر يعوض العدد. ولكن المشكلة تتعلق بالإيرادات. المكتب الصرف تحدث على أن العائدة ديال السياحة تراجعت ب 7%. ومتنحسبوا 7% بالعملة الصعبة تلقاو 200 مليون دولار. طبعا متنقارنوا يعني السياحة في المغرب وفي الإقليم ديالو اللي هو شمال إفريقيا تمتد حتى لمصر تنقول الحمد لله، يعني التأثير ربما ضعيف محدود متحكم فيه بفضل اليقظة ديال اليقظة الأمنية وفضل أيضا يعني الدعاية وفضل العملية التواصلية اللي قامت بها مجموعة المؤسسات داخل خارج المغرب خصوصا في أوروبا وفي الولايات المتحدة والشرق الأوسط. إذا النتائج عندما نقارنها نجدها في كل حالة هي أفضل من الوضع مثلا في تونس
أو الوضع في مصر، مصر مثلا اللي فقدت تقريبا يعني حوالي 60% يعني من, من نعم. سنصل إلى الوضع عموما وتأثيره إقليميا على السياحة بالمغرب. قبل ذلك فقط، الحكومة قللت من أهمية هذا الجانب المتعلق بالانخفاض الذي تحدثت عنه. كيف يمكن أن يجد المواطن نفسه ما بين أرقام تتحدث عن انخفاض ومسؤولين يتحدثون عن الحكومة طبعا يعني هناك أزمة. الحكومة تقلل يعني من شيء طبيعي جدا، ولكن واقع الشيء يقول شيئا آخر. يعني مثلا خذينا الفاعلين الاقتصاديين وأصحاب الفنادق والمسيرين للفنادق يقولون أن هناك يعني مشكل، يعني انخفاض ليالي المبيت يعني في أكادير حوالي 11%، اذا في مراكش في طنجه هنا حوالي 14%، في الرباط وفي دار البيضاء ناقص 3%. اذا كاين واحد النقص على مستوى يعني الليالي الفندقيه، كما قلنا كاين نقص على مستوى الايرادات بالعمله الصعبه. فاذا حنا الا حسبنا يعني فقط في النصف الاول ديال السنه وقلنا 3%، نتمنى وتبقى 3 ونتمنى تحسن، ولكن لم يعني لا شيء يضمن على انه ربما تستقر الامور هكذا، لانه الان تتبين ان بعض الحجوزات بالنسبه للخريف المقبل بدات تنقص خاصه من فرنسا، وتنعرفوا ان فرنسا يعني هي ربما المصدر الاهم والاكبر بالنسبه للسياح الاجانب في المملكه، بمعنى انه ناخذ بعض المعطيات بشويه الواقعيه. هل تربط ذلك سي محمد بالاعتداءات الارهابيه التي شهدتها المنطقه، منطقه شمال افريقيا على سبيل المثال تونس؟ هل كان لذلك تاثير على السياحة بالمغرب؟ هو كتأثير مباشر مباشر نقول لا، كتأثير غير مباشر نقول نعم. لماذا؟ لأن اليوم هناك منطقة في مخيل السائح هي منطقة يعني متجانسة، هذا الأول. ثانيا الأخبار، وهنا بغيت نرجع لما قالته بعض النشرات ديال المكتب الوطني للسياحة، بأنه حتى وسائل الإعلام تساهم بشكل غير مباشر في تخويف السائح، لأنه يعني الصورة المنقولة عن شمال إفريقيا والشرق الأوسط هي صورة فيها عنف وفيها تطرف وفيها شدود في المواقف، يعني ربما فيها تهويل. فإذا هاد الصورة الإعلامية ربما حتى يخصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها، لان هي تساهم ربما في تخويف، يعني ما نقولوش في توقيف ولكن نقولوا في واحد الحالات ديال التردد اللي ربما تتاثر بشكل او باخر. طيب ما هي اهميه القطاع السياحي الان سي محمد بالنسبه للاقتصاد عموما اذا اخذنا حاله المغرب؟ اي تاثير يمكن ان يكون لتراجع قطاع كالسياحه على الاقتصاد؟ أولا نقول أن المغرب من بين 30 دولة الأكثر الأهم في المجال السياحي في العالم، وفي الترتيب المغرب تيجي في 37 دولة، 37 في المجموع السياح العالميين، يعني إسبانيا هي الثانية، المغرب يعني 37 ومصر 38، بالتالي يعني احنا كسبنا مواقع اليوم عندنا أكثر من 10، مصر نزلت. ثالثا هو أن القطاع ديال السياحة تيعطينا 12% من الناتج الإجمالي، تيعطينا ما يقابل 29% من مجموع الصادرات، تيشغل نسبة تشغيل 6% من مجموع العاملين أكثر من نصف المليون، وأكثر من ذلك هو مصدر مهم للعملة الصعبة تتجاوز 7 المليار ديال الدولار. فبالتالي القطاع من ناحية الحجم ديالو قطاع مهم. أكثر من ذلك هناك يعني خطة ديال رؤية 2020، وهناك كاين ذاك المركز ديال لندن الورد ترافل أند توريزم كونسل اللي تيقول أن المغرب ممكن يولي في 2020 من ال 20 ديستنيشن يعني الوجهات الأولى، وربما القطاع ديال السفر والسياحة ككل يمكن له يوصل حتى ل 280 مليار درهم ويشتغل فيه أكثر من مليون شخص. فإذا القطاع السياحي في المغرب هو قطاع واعد، قطاع عنده مستقبل، قطاع عنده رهان، فبالتالي يعني وضعه في الاقتصاد هو وضع مهم، وضعه في العمله الصعبه وضع مهم، وضعه في التشغيل ايضا وضع مهم. فلذلك القطاع ديال السياحه خصنا دائما يكون يعني قطاع يعني متماسك ومحمي والجميع يدافع عليه، يعني ماشي قطاع ديال الحكومه او ديال الجهه او ماشي ديال جهه اخرى. اذا نشكرك جزيل الشكر سيد محمد الشرقي الخبير الاقتصادي على كل هذه المعطيات، سنلقاك في فرص مقبلة بحول الله. شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك. وبذلك تنتهي هذه المجلة المسائية من ميدي ان تي في في طنجة. شكرا لكم على بقائكم معنا، أرجو لكم ليلة طيبة ودمتم في رعاية الله.